مشاهدينا اهلا وسهلا بكم على قناه ست البيت وبرنامج في الشطه. يا جماعه معاكم الشيف الجوهري، عايز اقول لكم ان احنا معادنا المسابقه بتاعتنا ومسهرينكم معانا ومسهرين كمان المتسابقات معانا يا جماعه. بس عايز اقول لكم ان الجائزه بتاعتنا جائزه قيمه وتستاهل، عايز اقول لكم يا جماعه ان الجائزه بتاعتنا وجود الناس الجميله دي معانا النهارده في الاستوديو، عايز اقول لكم كمان ان المسابقه دي عشان يبقى في كل بيت شيف. معانا اتنين متسابقات هيعملوا لنا مسابقه جامده جدا النهارده. معانا شيرين. استاذه شيرين اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك بنشتغل ولا قاعدين في البيت؟ لا قاعده في البيت. يعني الطبيخ تمام معانا؟ ايوه تمام. اوكي يعني؟ اوكي ان شاء الله. اوكي ومعانا استاذه شيرين، واضح كده الثقه بالنفس، واضح ان احنا هنعمل شغل يكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. ومعانا النهارده سالي. استاذه سالي اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. حضرتك منورانا. حضرتك بتدرسي ولا بتشتغلي فين؟ لا بدرس. بتدرسي فين؟ اعلام. اعلام. طب الدراسه معطلانه عن المطبخ ولا ايه؟ لا خالص. خلاص يعني شور يعني؟ لا شور. تمام. يبقى احنا معانا النهارده استاذه شيرين واستاذه سالي، وهيقدموا لنا مكرونه بالسجق. واحنا جاهزين استاذ شيرين؟ جاهزين. احنا جاهزين استاذ سالي؟ تمام جاهزين. تمام يا جماعه، واحنا مستعدين. وشكل المسابقه بتاعتنا النهارده حاميه واملاها لبه في برنامجنا فلفل شطه يا جماعه. واحنا ريدي دلوقتي 5 4 3 2 1 والمسابقه بدات، وانا بقيت ضيف عندكم. نقدر نتحرك في المطبخ عادي طيب. ونعمل اللي احنا بطريس. عايزينه. اولا على حضرتك بتجهز طيب. اوكي حضرتك عايزه نار حاميه ولا نار هادي يا فندم؟ اعلى نار موجوده، اتفضلي يا فندم. واسال استاذه شيرين واقول لها يا فندم، نفتكر اول مره دخلنا المطبخ كان عندنا كام سنه يا فندم؟ لا ده من زمان قوي. من زمان قوي. كان عندنا كام سنه يعني؟ وانا في الاعداديه يعني، من سنتين كده. من الاعداديه من سنتين. تمام يا فندم. عايز اقول لكم يا جماعه ان النهارده استاذه أيوة شيرين. ايوه صح كده، حطيه في طبق التقديم. استاذه شيرين واستاذه سالي منوريني النهارده يا جماعه في الاستوديو بتاعنا، وبنعمل لكم المكرونه بالسجق يا جماعه. واخبارنا ايه؟ واسال استاذه شيرين اخبارنا ايه وكنا بنعمل ايه عشان الناس تتفرج علينا. ممكن نشارككم يا فندم؟ انا بس كنت عايزه اقول حاجه لمامي. مامي انا اسفه ان انا النهارده عامله مكرونه، انا عارفه ان انتي ما بتحبيش النشويات، بس انا عملتها علشان دي مسابقه، واوعدك ان انا مش هعملها تاني وهاكلها مره في الاسبوع زي ما انتي بتقولي لي. تمام اوكي اوكي وقد ايه حلو ان احنا نلتزم بنظام غذائي نمشي عليه. بس عايزه اقول لك واسالي مامي في الموضوع ده، ان المكرونه مفيده. اكيد طبعا النشويات كلها أنا هقول مفيده. انا هقول لحضرتك على حاجه، ماما بتقولي الجسم جسمي بيحتاج لجميع العناصر الغذائيه. أكيد. بس كل جسم فيه عناصر بيحتاجها. انا عايزه اقفله اصلا. مفيش ثواني انت اقفله لك. خلاص اوكي هو اتقفل يا فندم. خليكي في حالك يا شاطره. اصل انا يعني احنا عندنا زيه في البيت بالظبط. الله يا فندم الله. وبعدين عشان الناس كلها تشوف في الطبقين، وعايز اقول لكم ان انا النهارده كنت مستمتع جدا. ولو في اي حد يا جماعه عايز يتصل بينا يا ريت يتصل بينا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. تكي يا طعم. وانا مبسوط جدا النهارده
بوجودي في حلقه مميزه جدا مع استاذه شيرين واستاذه سالي ومنورينا يا فندم. منورينا يا فندم. انا برضو ماما معلماني حاجه مهمه جدا ان انا لما اعمل اكل ان انا ارتب ارتب وما اكونش سايبه الدنيا مش مظبوطه. مين معايا يا فندم؟ خلاص كده. ايمان من حلوان، اهلا يا استاذه ايمان. حضرتك طب ساعديني. اهلا، ازيك يا استاذه ايمان؟ منوراني. منور الدنيا والله. ميرسي يا حبيبتي، انت اللي منوره، ربنا يخليكي ليا يا رب. انا عايزه بس اكلم استاذه سالي. استاذه سالي مع حضرتك يا فندم. حبيبتي قلبي، اللهم صل على النبي، زي القمر. ثانك يو. انت شبه بنت جدا يعني. ميرسي. تمام، بس صوت حضرتك صغير شويه. لا، انا متجوزه صغيره. تمام يا فندم. عايزه كده اقول لها ان انا بجد نفسي كده ادخل جوه التلفزيون عشان اكل من اكلها. ثانك يو. حبيبتي بالهنا والشفا. في بس ملحوظه كده انا لاحظتها، ان الست اللي قدامها مش طايقه نفسها، فانا بس بقول لك يا سالي فكك منها وركزي يا ماما في شغلك، وربنا معاكي ان شاء الله باذن الله انت الكسبانه. اكيد انا اكيد انا مش هعمل حاجه زي كده، لان برضو يعني هي زي ماما ودي طنط برضو ولازم احترمها، وحتى لو ده موجود دي برضو طنط. استاذه شيرين منورانا طبعا، واستاذه شيرين قمه الذوق، ومعانا كمان مين يا فندم؟ استاذه نسرين من المهندسين. الو الو. هاي يا شيف، ازاي حضرتك؟ هاي، ازيك نسرين، عامله ايه؟ انا بحبك جدا يا شيف بجد. ميرسي حبيبتي، انت كسبتيني بذوقك خالص. انا بقيت احب المطبخ بسببك. انت بتكسفيني بذوقك وبتكسفيني بادبك يا نسرين كده. لا بجد يا شيف، ده الكلام حقيقي جدا. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا رب. انا عاوز اقول بس لحضرتك حاجه، طبعا انا متابعاك كل يوم ومتابعه الحلقه النهارده. ده شيء سعيد. عاوز اقول لك ان انيسه سالي بجد كيوت قوي وجميله جدا. ثانك يو. ميرسي. انت عاجباني جدا يا سالي، انت انا حاسه ان انا اللي بطبخ حبيبتي. انا عاوزه بس يعني ما ينفعش اللي قدامها تبقى اجريسيف قوي، يعني سالي ما عملتش حاجه. لا، هو ما فيش اجريسيف ولا حاجه. حاجه زي كده احنا ليه متحاملين يا جماعه؟ لو سمحت نبقى فير. انا بس ممكن اعلق، بس انا عندي كومنت بس عايزه اقوله. هو في حاجه مهمه، انتوا برضو لازم تعذروا يعني الموقف، لان احنا اتنين متسابقين مش في سن بعض، ومش يعني كمان اكيد المستوى الثقافي والتربيه والاجتماعيه كل حاجه مختلفه، فطبيعي ان يبقى يعني في شويه عدم توازن ومفيش بالانس. يا فندم، استاذ شيرين منورانا وحضرتك منورانا يا فندم. عايز اقول لكم ان انتم منورينا ومشرفينا يا استاذه شيرين ويا استاذه سالي، ومنورينا دايما. ولو في اي كومنتات يا جماعه على الفيس انا منتظرها. معانا اتصال، استاذ امير من اسكندريه. الو استاذ امير. ازيك يا شيف، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ انا زي الفل، عشان انت كويس استاذ امير. سهرانين ومستنيينك العاده، ودايما متالق كده، وبرنامجك الجميل ده هو. انتوا بتكسفوني بذوقكم يا جماعه، ميرسي ليك، ربنا يخليك. شيف بعد اذن حضرتك، انا بحب الفطير المشلتت، وكنت عاوز اعرف الطريقه بتاعته، فيا ريت تكون ديت معاك ان شاء الله في حلقه تكون قريبه باذن الله. والله يا استاذ امير انت كاسفني بذوقك. حاضر عينيا، رغم ان الفطير المشلتت مليان فاتس يا جماعه ودهون جدا. عايز اقول لكم ان احنا لازم نكون حريصين في اكلنا، كفايه الفاست فود واللي عامله فينا يا جماعه. الفاست فود مبهدلنا وكالوريز عاليه جدا فيه. بناكل فاست فود كتير يا استاذ شيرين؟ لا بس عايز اقول لك حاجه، في حاجه وقعت هنا. شيف بعد اذن حضرتك، مفيش مشكله يا فندم. شيف بعد اذن حضرتك، بس انا يعني طبعا بشكرك على الحلقه الجميله ديت. ميرسي، ربنا يخليك. طبعا يعني ادائك الجميل هو اللي بيخليني اسهر لغايه دلوقتي. وليا عندك طلب، بس ارجو ما تزعلش مني فيه. لا اتفضل يا فندم. انا عايزك تنشف شويه في الحلقه بعد اذن حضرتك. لا يا فندم. اعمل ايه؟ الخط انقطع يا جماعه. عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا النهارده كان معانا استاذه شيرين واستاذه سالي، كانوا بيعملوا لنا مكرونه بالسجق يا جماعه، وكانت تحفه اكتر من ممتازه. هقول لكم مين اللي فاز النهارده بالجائزه بتاعتنا، استاذه شيرين ولا استاذه سالي؟ بس بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم، ما تروحوش في اي حته، وبرنامجنا فلفل شطه. جو حر قوي قوي. استاذه شيرين في حاجه؟ لا، اسلوبك في الكلام معايا ما بحبوش. نعم. وبعدين اللي انت قلتيه فرق اجتماعي وفرق ثقافي وفرق دماغ، ما يصحش ان انت تقولي كده. فرق اجتماعي وفرق ثقافي ازاي يا فندم؟ عيب. انت لو متربيه ما تقوليش كده. لا بليز، انا ما اسمحلكيش ان انت تقولي ده. انت لو ما تسمحليش، المفروض تحترمي نفسك قبل ما تتكلمي مع اللي اكبر منك. ده لو مامي معلماكي تتكلمي ازاي مع الناس. شوف بعد اذنك هي بره. فاهمه؟ اوكي، استاذنكم يا جماعه، الروح الرياضيه بقت مختلفه خالص. انت مش روح رياضيه يا جماعه خالص خالص. ملك غلبانه خالص.
ابقي اسالي مامي وهي تقول لك انت قلتي. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني هو مش فعلا في فرق ما بيني وما بينك ثقافي واجتماعي وعمري وتعليمي وكل شيء؟ لا كده ما ينفعش. في مشكله حصلت، في مشكله حصلت، طريقتها في الكلام مستفزه. لا يا فندم انا عندي عليها حالا. وبعدين انتوا مش قايليني ان الحلقه متذاعه هوا. طب ازاي ما بلغش حضرتك؟ لا انا ما اعرفش ان الحلقه متذاعه هوا. هو في فاصل دلوقتي. ايه ايه يعني 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 ايه اعمل لها ايه قدام الناس؟ ما يصحش. او دلوقتي في فاصل نخش لها. معلش يا بنات بس عشان انا قلت ما يصحش، ما يصحش اسلوبها وطريقتها جدا. ولا قلت ان حد ممكن يتصل على التليفون عشان ياخد يقول رايه ولا اي حاجه من الكلام ده؟ احنا بنتكلم عشان الناس بتتابعنا يا فندم. بنعتذر لحضرتك. معلش احنا اسفين، احنا عشان بس عندنا هوا بس يا فندم. معلش لو سمحت. أنا مش مصدقة نفسي. أنا مش مهم تصدقي ما تصدقيش، كلمة واحدة هقولها لك. أنا بس في حاجة مغضوضة منها. كلمة واحدة هقولها لك. أنا في حاجة مغضوضة منها بس. ساعة التصوير ما أسمعش صوتك بيتوجه لي نهائي. لا 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 أنت إيه ده؟ أنتوا اتنين؟ لا سوري. ده بجد؟ أنتوا توينز؟ ده توينز ولا انتي روحتي؟ بصي انا عشان بحترم نفسي ما ردتش عليكي، مش عشانك. لا لا انا بس عايزه اعرف حاجه، انتوا توينز؟ مجنونه؟ لا بليز ما اسمحلكيش، يعني بليز انا بجد ما اسمحلكيش. انا بقول لك انا ما ردتش عليكي عشان انا بحترم نفسي. انا مش عملت عشانك. ايه انا عملت ايه علشان فهمة؟ يعني لكن انتي انسانه مستفزه. طنط من فضلك لو سمحتي. فاهمه؟ انا انت تعرفيني؟ انت تعرفيني؟ لا انا ما اعرفكيش. ما تقوليليش طنط، قولي لي مدام شيرين. واقول لك مدام شيرين ليه؟ ما تقوليليش طنط. لا انا مامي معلماني ان انا مامي بيخلي مامي تعلمك وتربيكي كويس قبل ما تتكلمي. مامي معلماني ان انا اقول لاي حد اكبر مني، يعني اي ليدي اكبر مني يا طنط. لا يا حبيبتي ما تقوليليش يا طنط، قولي لي يا مدام شيرين. لا تعرفي؟ لا انا ما بقولش. خلاص يبقى ما توجهليش كلام اساسا. طب انت ايه مضايقك؟ ما توجهليش كلام. انت بتفهمي ايه مضايقك؟ يعني مش فاهمه، يعني انا ما عملتش حاجه. بتصوروا ايه؟ يعني ايه مضايقك؟ يعني انت يا طنط ايه مضايقك بجد؟ يا بنتي ما تخلينيش يعني اقل ادبي عليكي، انا لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه. طب انا عملت ايه؟ انا ايه حصل مني؟ يعني انا مش فاهمه. لا طب اله الا الله. يا بنتي ما تستفزنيش. ايه ده؟ انت يا دمي ما تستفزنيش. انا مش بالميه. اوه بالزيت. اوبس. لا 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 عرفتي؟ عرفتي؟ عرفتي التربية بتبقى ازاي؟ قولي لمامي تربيكي. نو 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 عرفتي؟ سوري انت عرفتي؟ اب نورمال. ايوه اب نورمال. ابعدي عني بقى عشان ايه ما كملش عليا. ايه ده؟ خلاص ده بجد؟ ده بجد. طب انا عندي شك. المرة الجاية هتلبسي دول الاثنين في دماغك. لا 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 بجد؟ انا مش مصدقة نفسي. لا دي غلبية. لا انتي لا يعني لا 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 يعني طب حضرتك يعني خلاص هتصوروا ولا هتكملوا ولا بتعملوا ايه؟ خلصوني. يعني اويل اوكي، يعني اويل يا حبيبتي. عيشي عيشه اهلك وبطلي تعيشي دور مش بتاعك. نعم فهمتي. طب وحضرتك ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ فهمتي. اوكي اوكي يعني انا عايشه دور. فهمتي بليز. فهمتي بليز. سؤال انا عايشه انا دور اللي مش متربي انا اعرف اربيه. فهمتي حضرتك معلمه؟ فهمتي. طب اوكي انا يعني مش عايشه عيشه اهلي. يا جماعه حد خلصنا من اليوم ده. وحضرتك من بولاء مثلا؟ انتي بتقولي ان انا المفروض اعيش عيشه اهلي صح؟ اوكي انا معاكي. طيب وحتى تصرفاتك دي معناها ايه؟ بيعملوا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهو يعني بجد يا جماعه ما ينفعش كده، خلونا نخلص بقى. على فكره يا طنط انت بجد مش طبيعيه، وممكن يعني يا انا هخلي ماما تعمل لك نظام غذائي، ممكن هو ده اللي يكون مؤثر على نفسيتك. طيب. وبيخليكي تتصرفي كده. بس انت هاتيلي مامي وانا هتصرف معاها. لا انت اللي تروحي لها في العياده بتاعتها. طيب. مامي ما بتروحش لحد. صدقيني يا بنتي حبيبتي انا مامي ما بتروحش لحد. انت روحي لمامي ومامي هتعمل لك نظام غذائي. خليها تسكت تخرس. بلاش المايه بعد اذنك.
طيب بليز بليز ما يعني ما تتكلميش معايا تاني بليز. اوكي عرفتي؟ بليز ما تتكلميش معايا. عرفتي؟ فهمتي؟ ما تتكلميش. فهمتي؟ صوتك ما يعلاش. فهمتي؟ صوتك ما يعلاش. انا مش انا ما اسمحش لحد يعلي صوته عليا. انا ما عملتلكيش حاجه. انت مش عايزه تتربي. ايه ده؟ لو سمحت يا شيخ لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت انا ما عملتلكيش حاجه. انا عملتلك ايه؟ انا عملتلك ايه؟ انا هوريكي التربيه شكلها ايه. ايه التربيه؟ انا هفرق. انا هعرفك يعني ايه تتكلمي مع حد كبير اكبر منك. اللي انت بتعمليه ده تربيه؟ هي دي التربية؟ تربية غصب عن عينك. فاهمة؟ 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 يعني تربية غصب عن عينك. أنت بتربي أولادك بالمية والأويل؟ سؤال. طب أنا دلوقتي هنكمل ولا هنمشي؟ أنت سوري مش أنت، طنط. شو أنت خليتيني أقول أنت وما ينفعش أقول كده. يا طنط أنت بتربي أولادك بالطريقة دي يا طنط؟ تعالي وأنا أقول لك. تعالي وانا اقول لك. انت تعالي وانا اقول لك. تعالي وانا دي اغنيه. تعالي وانا اقول لك. لا 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 والله اغنيه. تعالي وانا اقول لك. تعالي وانا اقول لك اغنيه صح. تعالي وانا اقول لك. واخيمه تتفرجوا عليها. طب هنعمل ايه يعني بحضرتك يعني عم. طب اطلع من هنا. طب اطلع اروح فين؟ اطلع لو سمحت. اطلع اروح فين؟ اطلع اروح فين بس؟ اطلع. انا بصراحه متكزع يعني احنا مش قادرين نعمل لها حاجه. عارف يعني انت ناويه تسكتي ولا مش ناويه تسكتي؟ انت تعملي. انا امتلك. اسكتي بقى. اسكتي انت يا ابنانا. اسكتي. اسكتي انت مش طبيعيه. انت طبيعيه. اسكتي. انتوا ايه في ايه؟ محدش يا جماعه. ستوب. هقول لك بس احنا بنهزر. ده كان مقلب. لا لا بتتكلمي بجد. مدام شيرين هاتي بوسه بس ما تقلقيش. لا 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 لازم اخد بوسه. لا بتهزري. لازم بوسه بالزيت والميه. قلت لازم اجيبك معايا. انا عايزه دلوقتي بوسه بالميه والزيت. دي كانت ده لازم موت. بشعرها بقى اتقطع في ايديا. لا يا جماعه مدام شيرين. لا بقول لك بس انا مدام شيرين. لا 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 كده هجيب لك مناديل. اعصابي كلها. طب انا ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ لا انا عايزه اشرب ميه. طب انا عايزه ابوس. لا عايزه اشرب ميه. لا انا عايزه ابوس قبل الميه. انت زعلانه مني؟ ميه يا جماعه يا مدام شيرين. ميه مدام شيرين. ده مقلب. لا لا ده كله تمثيل. لا 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 كله تمثيل. ده مش ما فيهوش اي حاجه حقيقيه. ليه؟ طب يا شباب كله تمثيل. ليه؟ ليه ليه؟ انا مش عايزاكي تزعلي. ما تزعليش مننا. احنا مش عايزينك تزعلي مننا. انت زعلانه؟ طب انا مش زعلانه. انا عايزه اشرب ميه لان انا. طب حد يجيب لها ميه يا جماعه. جاي حالا ميه. لا التلاجه خلصت الميه. امال هي تشرب يا اما انت تشربي ميه. هي شربت زيت. هي شربت زيت. لا لا بجد مستفزه بجد. هي بتاخد شغلها على كده يعني. هي شغلها. انا شغلتي هنا مستفزه. بس انا جاي اشتغل هنا مستفزه. ما كنت بضحك وتتضرب واضحك وتتضرب واضحك. تحرقلهاش الحلقه. ما تحرقلهاش الحلقه. طب احنا يعني اختي ما تاخدش شويه. طب ليه ده؟ لا انتوا توأم في كل حاجه فلازم برضو تبقوا توأم في المال. ليه كده؟ طيب خلي الناس تتفق معايا. لازم يا شيخ. طب انتوا عملتوا ستوب ولا لسه بتستنوا ولا ايه؟ عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا النهارده كان معانا استاذه شيرين اخت استاذه شويكار وتعامل فيهم هما الاثنين المقلب. واستاذه شويكار كانت عميل مستوج النهارده لينا وجابت لنا استاذه شيرين ومايا على الشاطر وصافيه لبن بقى. وكنا يا جماعه معاكم في برنامجنا وحلقه جامده جدا جدا عملناها لكم. كان معانا استاذ شيرين يعني جدعانه جدعانه يعني مش اي جدعانه. وعايز اقول لكم دايما معانا حلقات مميزه وحلقات سخنه من برنامجنا وكل يوم ضيفه جديده ومسابقه جديده. المسابقه مش في المقلب. لا المسابقه في الضحك والهزار. ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا فلفل وشطه وزيت وميه. وليه اغنيه؟ تعالي وانا اقول. تعالي وانا اقول اغنيه صح. تعالي وانا اقول لك. واقفين بتتفرجوا علينا. اسكتي. انت مش طبيعيه. انت طبيعيه. اسكتي. انتوا ايه في ايه؟ محدش يا جماعه. ستوب. يا جماعه وانتي يا جماعه بعد اذنكم كلكم عارفين انا مش قاعده بس بدخل. والله حرام عليكم. والتليفونات مو تليفوني على طول بتسال الميه. الحمد لله. هو اختك بتغبش الاورما اللي حرام عليكم. نشوف الفطره اللي كانت عيالك اللي جايه كلها سودا.
كلها سودا. انتظروني في رمضان القادم. خلاص 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 كفايه كفايه الناس هتتغرب.